في محاضرة النهاردة هنتكلم على الشيدرز، أو هنبدأ كلامنا على الشيدرز. أنا جهزت استوديو. الاستوديو بسيط جدا، حتة كيوب ومعمول له فيلت، بعد كده حولته ليه إيديتابل، وبعدين حطيت 4 كواد لايت. في ناس بتنور بـ3، أنا بصراحة لقيتها أوقع إن أنا أنور بـ4. الأولاني ده اللي هو ال ليفت لايت، والليفت لايت ده الانتنسيتي عملتها بـ4 والاكسبوجر اول بـ5. الويدث والهايت على حسب الحجم بتاع الكيوب اللي انا عامله. لو طلعنا للتوب فيو هنلاقيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ده بالنسبة للليفت. الرايت زيه بالظبط، رايت لايت، الرايت زيه بالظبط، بس الاكسبوجر اقل. ليه؟ لان انا عايز اللون اللي غالب على السين بتاعتي هو اللون الاورنج. بالنسبة للون، اللون جاي من الكالر تمبريتشر، وزي ما قلنا ان الكالر تمبريتشر بتوفررايد الكالر فاليو. السامبلز انا عاملها بـ2 علشان بس نسرع عملية السامبلينج. كاميرا عادية خالص. بعد كده اللايت ده اللي هو اللايت اللي فوق ده اللي هو التوب لايت. التوب لايت يكاد يكون زي الفيل لايت. لو انا قفلتلكو اللايتس دي كلها عشان اوريكم الله بيعمل ايه. الليفت لايت زي ما قلنا، وده اللي انا عملته، ان انا ظبطت كل لايت الاول لوحده، وبعد كده شغلت الـ4. بعد كده ده الرايت، زي ما احنا شايفين التون بتاعه اقل من التون بتاع الليفت. بعد كده التوب لايت زي ما قلت لكم يكاد يكون في اللايت وفي درجه بين الازرق والبرتقاني. نفس القصة انا عملتها في الفرونت لايت، بس ده مايل للازرق سنة، ده مايل للبرتقاني سنة، عشان احافظ على الكالر بالانس. زي ما قلنا ده التوب لايت زي ما قلنا خفيف 8.8 و8، والاكسبوجر 2.7 و3، يعني زي ما قلت مش عالي قوي. لو قفلنا التوب لايت وفتحنا ال فرونت لايت، فرونت لايت نفس الموضوع، وان يكن الانتنسيتي بتاعته اقل من كل ده. ده بقى الفيل لايت، يعني نقدر نقول على ده اللي هو الريم لايت، وده نقول عليه الفيل لايت. ده هنقول 2 والاكسبوجر بـ3. ده بالنسبة للتلاتة لايتس. اذا لو جينا نحسب هنلاقي الاتنين دول تقريبا نفس الانتنسي، لكن ده اقل وده اقل من الكل. لو جينا بقى نشغل كله مع بعضه، ادي الليفت الرايت. في ناس بتطلع كده، يعني في ناس بتطلع الاستوديو بالمنظر ده، التوب وبعد كده الفرونت. الفرونت عالي شوية. تمام كده خلصنا من عملية اللايتنج. نتكلم النهاردة او نتكلم في المحاضرة دي على الستاندرد شيدر. اولا علشان اخد لايت سكاتر صح، عشان احسن، عشان احكم على السين بتاعتي هل النتيجة اللي طالعة قدامي دي صح ولا غلط، اولا انا مش هقدر احكم على دي ان كانت صح ولا غلط، لان لغاية حالا الاتنين دول مفيش عليهم شيدر. هروح لكرييت من هنا، او ممكن اعمل رايت كليك على الاوبجكت واقول له كرييت ارنولد ماتيريال، هيفتح لي اوتوماتيك النود اديتور. خلي بالك ان هو فاتح لك على البانثر مش فاتح لك على الاستوديو. هحط من هنا ستاندرد شيدر، او ممكن من كرييت ارنولد سيرفس ومنها اروح على شيدر اللي يعجبك. هفتح او هاخد ستاندرد واقوم رميه في النود اديتور واضغط Alt W عشان اجيب الشورت كاتس. خلي بالك ان Alt W مع V بيعمل ست للبيوتي نود من النود اللي انت عامل عليها سيلكشن.
على سبيل المثال لو انا جيت هنا ورحت قلت له في الديفيوز كولر انا عايز احط نويز، تمام، هسحب دي بالمنظر ده كده. لو عملت سيلكت على الستاندرد، انا اسف معلش اعذروني الماوس عندي بياخد دبل كليك مع بعضه ف هيرخم شويه. هنا هنيجي هنا نكليك على الستاندرد الت دبليو، خلي بالك مع حرف ال في هيبعت دي يحطها هنا. وزي ما قلنا قبل كده الابديت يا اما هنا يا اما هنا، يعني هنوقف ده هنشوف الابديت هنا، ده عشان نبقى عارفين. طيب انت عايز تشوف النويز شيدر لوحده، كليك على النود الت دبليو مع في هيودي دي للبيوتي باص. طب لو الت دبليو مع اكس هيرجع او هيعمل ريستور تاني للبيوتي باص. هنشيل النويز، ارجع للستاندرد، هقفل النود اديتور وهفتح دبل كليك من هنا عشان يبقى اسهل، واحط لكم الاثنين جنب بعض عشان تبقوا شايفين النتيجه. هنا هجيبها منين؟ من شيدر. بدل ما تفتح ده ممكن تضغط على شيدر وهتلاقي هنا اللي يا رب بتاعتك، قول له ستاندرد عشان يجيب لك الستاندرد ماتيريال. اول حاجه الديفيوز الكالر، لو احنا حطينا كالر زي ده مثلا، تمام، هكليك الاي ار. طبعا الويت ما تجيبوش لواحد، مفيش كالر كامل بالمنظر ده كده، غالبا هيبقى في حدود دي، يمكن اقل من دي كمان، يمكن اعلى نتيجه على حسب الهلب كمان بتاع سوليد انجل 8 من 10. بعد كده هنروح للروفنس. الروفنس ده بيعمل اللايت سكاترنج على السيرفس، يعني لو احنا زودنا الروفنس هلاقي ان الكالر بدا يبقى مظبوط، او اللون ده مظبوط في حتت وضلمه في حتت تانيه. اي سطح في الدنيا فيه نسبه روفنس، فدي لما هتبقى زيرو مش هتبقى فيزيكالي اكوريت ومش هتبقى رياليستيك، فيعني ندي سنه روفنس بالشكل ده. بعد كده الباك لايت. الباك لايت ده ممكن نعمل بيه فيك لل سب سيرفس سكاترنج، او الرمز بتاعها معروف اس اس اس. انا مش عايزه يحسب كل ده كل مره، فانا هروح ل اسف اللي انا عملته ده ان انا بعت الاي بي ار بعتها للفيو بورت، تمام. انا مش عايز ده، ضغطت عليه غصب عني، هنشيل ده ونرجع للريجن. انا كل اللي انا عايزه بس ان انا اشتغل على الحته دي كده كده، ده اللي انا محتاج اشوفه. زي ما قلنا اللعبه بتاعتنا ان احنا عاملين سكيل 75%، الزوم انا بخليه 100%. ليه؟ عشان ما يدينيش بيكسلز، فانا هتوه، لان الصوره لو بكسلت نتيجه للزوم انت هتوه. هل النويز اللي في الصوره ده هل نتيجه لانك انت مزوم، ولا نتيجه لعيوب من الاضاءه او السامبلز؟ فدايما خلي الزوم على 100 واشتغل على السكيل. نرجع تاني للروفنس. الباك لايت لو احنا علينا الباك لايت هيدي النتيجه اللي احنا شايفينها دي، تحس ان السطح نفسه او السيرفس نفسه بقى مشع شويه، لكن لو قفلنا الباك لايت هنلاقيه بالمنظر ده كده. اي سطح في الدنيا برضو في نسبه سب سيرفس سكاترنج، او في نسبه نفاذيه للضوء، ما تعليش دي قوي، لانك انت لو عايز رياليستيك ريزلتس هنتكلم في السب سيرفس سكاترنج لما هنجي. نيجي بعد كده للاكستندد كنترولز. في الاكستندد كنترولز عندي بارامترين الى حد ما مهمين شويه. لو فتحنا البارامترز هنلاقي حاجه اسمها دايركت ديفيوز سكيل وان دايركت ديفيوز سكيل. في الدايركت ديفيوز سكيل ده بيحدد كميه الاضاءه في الحتت المباشره للضوء من السطح، يعني الحته دي مباشرة على طول للإضاءة اللي في الشمال دي، فلو زودنا دي كده هنلاقيها زي ما احنا شايفين زادت قوي. ده بالنسبة للدايركت ديفيوز سكيل.
في الان دايركت ديفيوز سكيلو دي اللي غالبا هتزودها سنه، مش في كله لكن في المناطق اللي فيها اوبجكتس كتير لازقه في بعضها هتحتاج انك انت تزود دي شويه. دي بتحدد مقدار الضوء في المناطق اللي جايه او الاضاءه فيها جايه من اللايت باونس مش جايه من الدايركت راي. فيما معناه الحته دي منوره مش نتيجه لللايت باونس، يعني اللايت ما خبطش في حته وبعدين جه هنا نور دي، لا اللايت طالع على طول من السورس بتاعه خبط في دي منوره. لكن حته زي اللي تحت دي، دي مش جايه من الدايركت، الحته دي منوره نتيجه الباونسنج بتاع الاضاءه دي. هو ده الان دايركت ديفيوز وده الدايركت ديفيوز. عشان نشوف حاجه زي دي، هي حتة متقدمة شوية هجيلها بعدين، لكن لو احنا رحنا للرندرز سيت اب اي او فيز وهحط الدايركت ديفيوز والان دايركت ديفيوز وهقول له اوكي، هنقفل الرندر سيتنجز وهروح هنا ل الديسبلاي. في ديسبلاي هيقول لي الباص، على فكره انا عملتها دي اللي بنسميها مجازا الريندر باسز، مش مجازا هي اسمها ريندر باسز بس في الارنولد اسمها اي او فيز. لو رحنا للبيوتي باص ده اللي باين قدامي، لكن لو قلت له ان دايركت ديفيوز ادي الان دايركت ديفيوز وادي الدايركت ديفيوز. ده الفرق بين الاثنين. هقول له بيوتي باس، ولو انا زودت الان دايركت ديفيوز هلاقيها بالشكل ده كده. ده بالنسبه للبارامترين دول. نيجي بعد كده للسبيكولر. السبيكولر والريفليكشن الاثنين يكادوا يكون زي بعض، لكن الريفليكشن ده انت هتستخدمه لما تيجي تعمل حاجه زي الازاز او حاجه زي الميه، غير كده هتستخدم السبيكولر، لان السبيكولر بياخد الاثنين مع بعض. غير كده كمان السبيكولر فيه رفنس الريفليكشن ما فيهوش، وده السبب اللي بنستخدمه علشان نعمل اسطح ما فيهاش رفنس اساسا. لو رحنا للسبيكولر، خلوا بالكم من نقطة مهمة قوي قوي قوي. النقطة دي في الهلب بتاع أرنولد أو في الهلب بتاع سوليد أنجل بيقول الآتي: عشان تاخد نتيجة فيزيكالي أكيوريت صح، لازم القيمة بتاعت الويت زائد القيمة بتاعت الكالر ويت الاتنين يساوي واحد. يعني لو انت عامل الويت او الويت هنا 0.5 يبقى السبيكولار كولر من 0.5 فيما اقل فوق ال 0.5 هنا او هنا. يعني لو القيمه بتاعت الاثنين دول زادت عن واحد هتاخد نتيجه مش فيزيكالي اكوريت مظبوط. هل معنى كده ما ينفعش؟ لا، ينفع انك انت تطلع نتيجه بالشكل ده، بس لو انت بتدور على ال رياليتي هتشتغل بالاساس ده. يعني لو احنا جينا عملنا ده 0.4 تمام هنلاقيها بالمنظر ده كده. لو قللنا الروفنس سكيل بالشكل، طب النتيجه مش ظريفه، تمام مش ظريفه، يبقى احنا هناخد ده لتحت تمام، وناخد ده كده ده مع ده هيدي 6 من 10. تمام احنا كده في الامان خلاص. طب لو زودنا ده برضو احنا كده تمام، خدنا نتيجة بسرعة وخدنا نتيجة حلوة وما تعبناش. ليه؟ لان احنا فهمنا الاساس اللي بيشتغل عليه الارض. الكالر هيساهم بطريقة كبيرة جدا في نوع الماتيريال دي، كده عامله زي الماربل او البلاستيك، بس بصوا لو غيرنا الكالر ده من هنا لحاجه زي كده دخلنا في اتجاه تاني تمام. طب لو احنا خدنا الويت
قللناه كده وطلعنا بده احنا كده قول 3 من 10 تمام. معانا هنا لغاية 7 لو احنا طلعنا كده 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 طالعين لخامة مين؟ الجولد اللي كانت من أصعب الخامات اللي انت كنت بتحاول تجيبها قبل كده، جت في ثواني تمام. الروفنس هنزودها سنة لأن هي فيها سنة روفنس، بقت بالشكل ده كده. الروفنس آسف أنا عمال أزود فوق، الروفنس هنا بالمنظر ده. طيب احنا كده شغالين تمام. بالنسبة للأنيسو الأنيسوتروبي اللي بتخلي أو بتخليك تتحكم في الأنجل بتاع السبيكولر بناء على أو عن طريق الروتيشن، يعني احنا لو زودنا الأنيسوتروبي بالمنظر ده كده وغيرنا الروتيشن بالشكل ده هيغير في اتجاه السبيكولر. لو قللناها كده برضو يعني نيجي للمايكروفيسيت ديستريبيوشن في البيكمان او الجي اس، الاتنين زي بعض بس البيكمان في الاسطح اللي بتخص المعادن بيبقى اوقع بكتير جدا من الجي جي اكس. جي جي اكس استخدمه في الميه الازاز البلاستيك الكلام ده كله، لو احنا عملنا الجي جي اكس مش هتلاقي فرق جامد قوي، بس بيفرق قوي لما الروفنس بتكون قليله. فانا بخليني دايما على البيكمن خلاص وبشتغل انه فيزيكال اكوريت احسن. غير كده كمان البيكمن بياخد السامبلنج بتاعته مش من الشيدر سامبلنج، لا هو بياخد السامبلنج بتاعته او السامبلز بتاعته من هنا من الجلوسي سامبلز. انا عايز اقلل السبسيرفاس سكاترنج وعايز ارجع الديفيوز دي لواحد عشان اوريكم هتعمل ايه بعدين. نيجي بعد كده للفرنال. الفرنال بيدي نتيجه واقعيه جدا 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 لكن مش مع الاسطح اللامعه بنسبه 100% زي خامه الكروم او زي خامه الذهب او زي خامه الفضه. خامه الكروم او الذهب او الفضه مش هينفع نستخدم الفرنال لان هنضطر نعلى فوق الواحد. لما كنا بنشتغل في الفي راي او كنا بنشتغل في سينما 4 دي كنا ممكن في الريفلكتنس شانل في سينما 4 دي كنا ممكن نرفع الفرنيل ده ل 20 و 40 بس ما كانش بيعمل مشكله. مع الارنولد لما بنطلع فوق الديفولت او فوق الماكسيموم فاليو بيعمل مشكله مع الجي اي، فمش بيعمل مشكله، لا ده بيخلي الجي اي ما بيحسبش اساسا القيمه دي. فنخلي بالنا ان الريندر انجنز اختلافاتها مش في طريقه الشغل وبس، لا ده اختلافاتها كمان في طريقه معامله الاضاءه والشيدر. لو احنا عملنا الفرنال، خلي بالك افتكر الاساس اللي قلنا عليه، الويت هنا مع الويت هنا الاثنين دول ما يعلوش عن الواحد. النتيجه بتاعتنا دي الى حد ما مش فيزيكالي اكوريت مظبوط لان هي تقريبا هتعمل اكسيد للواحد. على كل لو احنا جينا عملنا الفرنل هنا بقى تخلي بالك القيمة دي زائد القيمة دي تمام لو ضفناهم على دي تعمل واحد. طب ازاي بقى الليلة دي؟ انت عندك ده عامل 0.67 تمام او 0.6. الرفلكتنس ات نورمال لو علي راح لواحد يبقى كده غالبا دخلنا في الواحد الصحيح تمام. بس انا عندي سطح يعني تقريبا ما فيهوش ديفيوز بيلمع، ارفع دي الواحد. ده في حاله لو انا عايز اعمل سطح بيلمع تماما زي الكروم او الذهب او الفضه، في خامات هتلاقوها سبيشيال قوي تمام. ارفع ده الواحد في الحاله دي هتبص للقيمتين دول خلاص، طلع ده بره المعادله بتاعتك هتبص لدول. بس دول تبص لهم في حاله ان يكون الديفيوز قليل، يعني يكون القيمه بتاعه الديفيوز انت مش عايزها اصلا لانك انت بتبص على كلر جاي من ريفليكشن مش كلر جاي من ديفيوز. يعني خامه الذهب انت مش شايف اللون مع ان لون الذهب على فكره
اخضر مصفر، اخضر مصفر، عايز تشوف لون الذهب روح لاي حد شغال في الذهب الكسر. انت الطبقه اللي انت شايفها من بره دي طبقه القشره، والطبقه اللي بتلمع والريفليكشنز، فده اللي انت شايفه، انت مش شايف الديفيوز كولر. الفضه نفس الموضوع، تمام. الكروم نفس الموضوع، خلاص. النيكل نفس الموضوع. الخامات دي كلها انت بتشوف الكلر بتاعها عن طريق الريفلكتيفيتي مش عن طريق الديفيوز. هي دي القاعدة دي فيها بتتغير، ان الرقم ده ما بيبقاش مع الرقم ده، ده بيطلع الواحد يعني، ده بتطلعه لاخره وبتتعامل بالفرنال. طالما نشطت الفرنال هتطلع ده بره المعادلة. طيب ده مع ده، يبقى احنا لو رحنا كده وطلعنا كده خلاص، بص 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 تقريبا خلاص، يعني احنا كده في الاخر وصلنا لنفس النتيجة، بس المرة دي physically accurate. نفس الموضوع في السبيكولر او الدايركت سبيكولر والاندايركت سبيكولر، نفس القصة بتاعت الديفيوز. ده بالنسبة للسبيكولر. طيب بالنسبة للرفليكشن، الرفليكشن مش بيدي النتيجة اللي انت متخيلها. انت لو رفعت الرفليكشن ده كده، كل اللي بيعمله انه بيعكس بس. عشان كده قلت الرفليكشن هنستخدمه في الحاجات اللي زي، حتى لو احنا رفعنا الفرنال تمام وقللنا الرفليكشن، زي ما انت شايف ما بيعملش النتيجة اللي انت متخيلها. لو عملنا كده هنرجع لنفس النتيجة مرة تانية. عشان كده في الخامات اللي زي المعادن وبلاستيك والكلام ده كله، استخدامك للرفليكشن هيكون بنسبة قليلة جدا جدا جدا، تمام. ده بالنسبة، وإن يكن لو احنا احتاجنا بنرفعه بحاجة بسيطة بس مش أكتر، عشان ندي سنة رياليتي، أكتر من كده ما بنرفعش. لو قفلنا الرفليكشن ورحنا للريفراكشن، عشان نروح للريفراكشن أنا عايز أرجع الكالر كده، وعايز اروح للسبيكولر او خلي الكالر بلاك، وعايز اروح للسبيكولر واخد دي الورا وطلع ده، ما بحبش اعمله ابيض ماسع، عايزه بالشكل ده كده. و اعتقد ان انا كده كده تمام. لو رحنا للريفراكشن، الريفراكشن الويت زي ما اتفقنا اللي هو المقدار بتاعها، انا هعلي كده كده. خدنا خامة الجلاس، الاي او ار اللي هو معامل الانكسار 1.6 حاجة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام. ولو زودنا قوي طبعا ممكن اقوله برضو نفس القصة يوز، او هنستخدم الفرنال في الجلاس. الفرنال بيخلي الحواف بتاعة الايدج منورة بشكل احسن. الخامة بتاعة البانسر اعتقد رايحة سفيريكال، مش عارف عشان كده هل ده له تأثير في الديستريبيوشن؟ ما اعتقدش، لكن على كل حال خلينا يو في مابينج. تمام، عندي الديسبيرشن اب نمبر، لو انا عليته هيخلي كل كولر لما ينكسر ياخد، او كل ري لما ينكسر ياخد كولر معين بين الار والجي والبي. الروفنس اعتقد نفس الموضوع اللي في الديفيوز، ترانس او الترانسميتنس او الترانسميت، الري لما بيدخل باللون ده بينكسر باللون ده. دايما دايما خلي فيه كولر لل اللون بتاعك، ومهما كان قليل خلي بالك هيفرق. يعني لو احنا اشتغلنا على نفس الكولر بتاع اللون الغالب على اللايت هنلاقيه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده.
لو طلعنا لل السبيكولر او المره دي بقى للريفليكشن وعلينا الريفليكشن زي ما قلت الريفليكشن نستخدمه مع حاجه زي الازاز مع حاجه زي الميه نفس الموضوع في الفرنل تمام وممكن تزود الريفليكشن بتاعك بالشكل ده كده في حاله زي دي السبيكولر انت مش محتاج فيه فرنل ده بالنسبه ليه حاجه زي الماتيريال فاضل السب سيرفس سكاترينج لو احنا عملنا ماتيريال جديده كرييت ارنولد سيرفس ستاندرد ورمينا دي على البانثر ودبل كليك وخدنا الديفيوز كولر بتاعها وليكن نفس الكولر ده او خلينا في الكولر الاخضر ده كده تمام ورحنا بعد كده على السب سيرفس سكاترينج لو قلنا ان انا عايز اعمل سكاتر للون زي اللون ده السب سيرفس سكاترينج اللي هو انتشار الضوء بين سطحين السيرفس ده تمام زي الجلد لما انت بتحط ايدك في الشمس كده خلاص بتلاقي فيه نفاذيه للضوء هو ده السر او الاس اس اس او السب سيرفس سكاترينج لو علينا الويت هنسمح بنفاذيه الضوء بشكل اكبر في نقطه مهمه جدا الراديوس والديفيوجن بروفايل الديفيوجن بروفايل اللي هو ازاي ارنولد هيعامل الاضاءه دي هل هيعاملها كيوبيك هو بس بيضيف الكالر ده فوق السيرفس لكن لو قلت له امبيريكال بيشتغل بالفيزيكال بروبرتيز الراديوس عمر الراديوس ده ما هيبقى واحد ليه هنا الار والجي والبي على حسب السيرفس بتاعك هيبقى غالب عليه لون لو بتعمل سكن او بتعمل جلد غالبا لون الاحمر هتعليه بتعمل حاجه زي الماربل او العاج او الكلام ده كله هتعلي الالوان على حسب ما انت عايز الكلر يعني انا لو رحت خليت ده ب 200 مثلا خلي بالك من نقطه مهمه جدا ان القيم دي بتعتمد على الثيكنس او التخانه بتاعه الموديل بتاعك انا ما اعتقدش ان ده 100 لو قلت له ده ب 100 نزود كده ونخلي ده رايح للكلر البرتقاني شويه و ونخلي ده مثلا 50 خلي ده 200 خلي ده مثلا 50 وخلي ده مثلا 25 الديفيوز هنقلله شويه في الحاله دي هنلاقي اللايت سكاتر اللي غالب عليه اللون الاحمر او الكالر رايح او مايل للون الريد نزودنا ده كده هنلاقيه بالمنظر ده في نقطه مهمه قوي اللونين دول عشان كده الخامه مش جايبه او مش زي ما انت متخيلها اللونين دول مفترض يبقوا الى حد ما زي بعض او في نفس الدرجه هاخد الكالر ده كوبي وهحطه للديفيوز بيست كده انت خدت اللي انت متخيله وان يكن ان الديفيوز هيبقى اغمق منها شويه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده في الحاله دي احنا خدنا الخامه اللي احنا عايزينها في السبيكولر هنقلل الروفنس ونعلي السبيكولر شويه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده روفنس هنزودها سنة وخدنا الخامة اللي احنا بندور عليها لو انت عليت او اشتغلت على الفرنيل نخلي بالنا من نفس المعادلة بتاعتنا او قلنا نطلع ده لا مش عايز اطلعه لواحد يبقى احنا كده ماشيين تمام ده بالنسبة لل
هو انا مش انا شغال على ده،